السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو. هذا إن شاء الله اللي هو تتم الموضوع اللي تكلمنا فيه، وحطيت العنوان ديال الفيديو اللي حطيته في تاريخ 26/11/2019. يعني وريتكم أخوتي وما بخلتش عليكم كذلك كيف ما كندير ديما، بأن يعني كاين محامين، أشهر المحامين اللي كيديروا ديماندا كونتيسيوسا، وعطيتكم يعني جميع المعلومات عليهم وبعض الأفكار وبعض الأشياء اللي خاص أي واحد كمل العام وما تحصلش على الجنسيه الاسبانيه كيف ما ينص القانون الاسباني اللي تم التعديل ديالو في 2016 في اواخر 2015، وتم التعديل ديالو والمصادقه عليه والتفعيل ديالو في 2016. فلهذا كيف ما شرط سابقا بان اي واحد كمل العام وبان لك اخويا بان دير الملف ديالك يعني ما كيتحركش، بان الاستادو ديالك جايب ميسيس وانت مثلا في بيديتي ديالو سيتار انفورميس ولا بيديتي ريسبويستا، وان ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي حاجه، ودازت عام والملف ديالك واقف في بلاصتو. فلهذا كنصحك اخويا انك دير ديماندا كونتيسيوسا. من طبيعه الحال ما كانش كتعطل سابقا، ولكن دابا ولات كتعطل شهور، ومع ذلك كيبقى كل واحد والزهر ديالو. فلهذا ما تغروش اخوتي، وتسحبوا بان راه اللي دار ديماندا كونتيسيوسا عند محامي غالي يعني كلفك ثمن، راه غادي يجيب لك الجنسيه في اقرب وقت ممكن. هادشي راه كذوب وهادشي ما كاينش وما كاينش غارانتي. فلهذا نتحدى انا اي محامي يقول لك راني نجيب لك الجنسيه ونعطيك غارانتيه، قول لي واش تعطيني غارانتيه. نتحدى اي محامي يعطيك غارانتيه، ما كايناش. يقدر يقول لك شوف نجيبها لك ما بين 3 شهور و 6 شهور، هذه هو الماكسيمو، المينيمو 3 شهور و 6 شهور. لا ما كايناش على الهضره هذه. كاين نفس المحامين ودافين عندهم نفس الخوت، واحد عطاه من بعد شهرين وواحد راه باقي مثلا عام وباقي كيتسنى. فلهذا كاين لا خوتي لا ميديا ما بين 3 شهور و 8 شهور، 7 شهور، 6 شهور، 3 شهور وشهرين الى عندك شي زهر كيهرس الحجر. فلهذا خوتي كيف ما عرفتوا ان الانسان يقدر يقوم بهذه الدعوه هذه، اذا وصلنا خوتي دابا حنا للمرحله ديال انك اختاريتي المحامي اللي كيبان لك انت مناسب انه يدير لك هذه الدعوه هذه، وربنا يجيب فيه الله التيسير ويجاوبوك على الجنسيه في اقرب وقت ممكن. اشنو دير اخويا؟ اول شيء خاصك تقول للمحامي ديالك انه وقت ما دار لك الدعوه انه اي حاجه دارها يخبرك بها ويصيفط لك خوستيفيكانتيس باش انت تكون على اطلاع. اذا ملي كيصيفط لك هو الخوستيفيكانتي، اول حاجه كيدير قبل بعدا ما يصيفط لك الخوستيفيكانتي كيقول لك صيفط لي الملف ديالك. خوتي واحد المساله مهمه، راه الا قال لكم شي محامي صيفطوا لي الاوراق ديالكم كاملين اللي دفعتوا في الجنسيه الاسبانيه باش ندير لهم فيريفيكاسيون، وكيبغي يشوف الملف ديالكم واش كامل ولا ما كاملش. راه اي محامي الا كان متمكن مزيان راه خاصو يطالع على هادشي، اما باش يدير لك الدعوه هكاك وهو ما شافش الملف ديالك وما مطالعش عليه، ما عارفكش انت واش مكمل 10 سنين ولا ما كامل، ما عارفكش انت واش عندك سوابق عدليه دي سواء ديت البوليس ولا ديت المحكمه. فهادشي اي محامي يعني مجهد خاصو يتاكد من هذاك، يقول لك شنو صيفط ليا الملف ديالك، وكيقول لك من الاحسن سير عند البوليس وجيب لي انتيسيدنتيس بوليسياليس، ويقول لك سير عند الكواردية سيبيل وجيب لي مثلا حسن السيره ديال الكواردية سيبيل ولا ديال المحكمه، كتجيبهم ليه كتصيفطهم ليه، كيتاكد هذاك المحامي بانك راه الملف ديالك ما خاصاتش شي حاجه. هذه هي اول خطوه، بعدا هو باش يضمن بان الدعوه ديالو راه ناجحه 100%. وكيبقى ديك الساعه ملي هو كيرفع الدعوه راه قام اخويا ولا اختي بالواجب ديالو، كيبقى المشكل ديال الاودينس ناسيونال هي اللي خاصها تسجل بهذاك الملف لان حكم فيه قاضي. اذا صيفط ليه انتيسيدنتيس بوليسياليس وخوديسياليس، من بعد خاصو هو يصيفط لك الاوراق ديال ادميسيون ديال ديماندا كونتيسيوسا او ما يسمى بالريكورسو كونتيسيوسو، صيفطهم لك. انت اشنو كدير؟ غتدخل معايا اخويا للسي دي خوديسيال باش تشوف فعلا واش الاستادو ديال الدعوه يعني مكتوبه لك سوبساناسيون، يعني بحال كنقولوا راه ان تراميتاسيون راه في المعالجه في لاودينسيا، ولا راه ما عتلقى عليك هذاك المحامي ومازال ما كاين حتى شي حاجه. فلهذا باش تعرف غادي نوريكم اخوتي كل شيء غادي تشوفوه معايا. فهادشي اللي كنوريكم اخوتي راه نتحدى اي محامي يوريكم هادشي، وهادشي اللي كنوريكم راه عن تجربه وعن خبره متواضعه، ماشي بحال المحامي، ولكن المحامي راه ما يوريكش هادشي. فلهذا الله يجزيكم بخير، ما تبخلوش عليا بالكومبارتاج في حاله الا بان لكم شي حد راه محتاج هاد الدعوه انه يديرها، لانه كتبقى من بعد المرور عام كتبقى هي الحل الوحيد. يا يعني اما تنساها وتمشي حتى تخرج لك على سنين، يا يعني اما دير الدعوه ممكن تخرج لك في 4 شهور، ممكن شهرين، ممكن عام، ممكن عام. راه خوتي راه ما كاينش ضمانه، راه لا انا ولا اي محامي، ولا قال لك شي محامي عطاك شي ضمانه راه كذب عليك ونصب عليك. هذه ديها من عند غرافيه وها وجهي، انا ما كنخبيش وجهي، وانا راه وجهي قاصح وداكشي اللي كاين كنقولو.
وجه القاصح الله يحفظنا من وجه القاصح الله يحلني الله على اي حال. اذا عندك بي سي عندك فيه السيرتيفيكاتو دي خيطال اخويا ولا اختي، دخل عن طريق سيدي خوديسيال، غادي نكتبو سيدي خوديسيال عن طريق هذا الموضوع هذا، عن طريق هذا الموقع هذا غادي نعرفو الدعوه ديالنا واش غاديه كما ينبغي كما قال المحامي ولا لا. واش غادي نديرو؟ غادي نوريكم اخوتي يعني من بعد ما دازت واحد المده معينه 3 شهور ولا شهرين من بعد ما درتي الدعوه، تصيفط لهم واحد الطلب ولا تصيفط لهم واحد الكيخه اللي هو احتجاج اللي هو شكايه، ولا تصيفط لهم سو خيرينسيا ولا سو غيرينسيا يعني اقتراح، اقتراح مع انك ما تدربي. فلهذاك ننصحك تكتب سو يعني تكتب كيخه، تصيفط كيخه مرفوقه بالوراق اللي صيفط لك المحامي ديال الدعوه بان راه تقبلات، باش انت كتصيفط الاودينسيا ناسيونال عن طريق ها هما كتشوفوا له سيدي خوديسيال الكترونيكا ديال المينيستير دي خوسيسيا. هذه يعني الصاله ديال الاودينسيا بطبيعه الحال فيها قودات، وفيها كل صاله فيها 8 ديال القودات، هاد القودات كلهم كيحكموا بامر قضائي باش تعجل الاودينسيا ناسيونال بالاكسبيدينتيس وتجاوبهم في اقل من عام ولا في اقرب وقت ممكن. كندخلوا اخوتي لهنايا الكونسولطار، ملي كندخلوا الكونسولطار من طبيعه الحال حنا عندنا سيرتيفيكادو دي خيطال مفعله، كندخلوا تقريبا مباشره. الا ما عندكش اخويا سيرتيفيكادو دي خيطال هادشي راه ما غاديروش. الا كنتي خارج من اسبانيا ما ننصحكش دير هادشي واخا يكون عندك البيسي، لان هاد المواقع هادي راها مراقبه وكيعرفوا اي واحد منين دخل ومنين كيشاطي ومنين كيرسل لهم ومنين جاتهم هاد الرسائل هادو. فممكن اخويا انت تجبد عير سيرتيفيكادو دي امبادون ولا عير بولانطي انت ساكن في ملاقا وتيريه، ولا لا بيدا لابورال مثلا تيريه انت في برشلونه وانت تقول لهم راك مبادروني في ملاقا، راه غادي يعرفوك انك لا بيدا لابورال مثلا جبتيها في كاتالونيا، فهمتيني؟ هادشي راه كلشي مراقب وكلشي عارفين هاد الناس شنو كيديروا. اذا نمشيو هنا كتشوفوا الرايد اسبانيا هنايا هذاك الخريطه ديال اسبانيا، كنكليكيو على مدريد وكنديروا بوشكار باش نشوفوا هذاك الملف ديالنا ديال الاودينسي ناسيونال يعني ديال الدعوه فين وصل فين غادي، واش هو هذاك داكشي ولا لا. ها هو كتصيبو هنا شفتو هنايا خوتي، كنهبطو لتحت وكنصيبو هنايا، ها هو البروسيديمينتو يعني رقم الملف ديالنا هو هذا، وكنصيب البروسيديمينتو اورديناريو اودينسيا ناسيونال سالا سي كتعني كونتيسيوسو، ا كتعني ادمينستراتيفو سالا كونتيسيوسو ادمينستراتيفو سيسيون اونو يعني سالا رقم اونو. خوتي في صندوق الوصف غادي نخلي لكم التليفونات ديال هاد السيسيونيست يعني هما قاعات المحكمات اللي كاينين في لاودينسيا ناسيونال. هاد القاعات كاينين خوتي 8 القاعات، ممكن يجيك في الرقم واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. كيقولوا الناس بان بان الرقم جوج وثلاثه هما اللي مسربين شي شويه، اما سبعه وثمانيه وسته وخمسه وواحد على اي حال كيبقى داكشي كل واحد والزهر ديالو كيف ما كنقولها دائما. كتشوفوا هنايا مدريد، كنخلي لكم التليفونات اخوتي اليوم، نخلي لكم التليفونات ديال لا سيسيونيس يعني ديال القاعات ديال هادو، تعيطوا لهم وتسولوهم الا بغيتوا، مع انهم كنظن ما انهمش غادي يعطيكم شي جواب مقنع. فلهذا حنا غادي نجيو اليوم من بعد ما عرفنا ان كاينه سوبسانسيون يعني الاستادو ديال الدعوه ديالنا القضائيه راه مثلا انتراميتي يعني راه في المراجعه، فكنجيو هنا كنصيفطوا لهم كيخه كيخاس اي سوغريسينسياس يعني كنصيفطوا لهم احتجاج ولا شكايه ولا اقتراح. اذا كنكليكي هنا باش نشوفوا لي ديتاي ديال الدعوه ديالنا، كنكليكي هنا هنايا رقم ديال الملف ديالنا سنه سوبسانسيون يعني انتراميتي بروسيدمنتو اورديناريو الفيتشر ديال الاستادو، ها هي كاتب لك هنا مدريد اودينسيا ناسيونال سالا كونتيسيوسو ادمينستراتيفو سيسيون اونو مدريد كذا وكذا، كنديرو بولبير. اذا خوتي فين نمشيو ملي عرفنا هادشي؟ كنمشيو لهنا كنكليكيو على كيخاس اي سو خيرينسياس وكنصيفطو لهم واحد الاحتجاج مرفوق بالدعوه ديماندا كونتيسيوسا اللي درناها. كيف ما كتشوفوا هناك واش كنصيفطو كيخه ولا سوغري، كنكليكيو على كيخه وكنخليو كونتينيدو. من طبيعه الحال حنا حيت مفعلين السيرتيفيكادو ديجيتال عندنا الاسم ديالنا كاين هنا الرقم ديال الني الكوريو الكترونيكو كنكتبوه هنا، هنا كنديرو التليفون ديالنا، هنا كنديرو الفيتشر النهار اللي بغينا نرسلو فيها هاد الطلب هذا ولا هاد الاحتجاج هذا ولا هاد الشكايه، الساعه كنديرو هنا وكنجي هنا كنكتبو التكست. خوتي اللي بغى هاد التكست كتب ليا في لي كومونتير، خويا جمال هاك هالايميل ديالي وصيفط لي التكست، كتب ليا خويا في لي كومونتير ايميل ديالك وانا غادي نصيفط لك هاد التكست هذا في الايميل ديالك، كيبقى عليك انت دير غير المعلومات الشخصيه ديالك. كيف كاتب انا هنا اولا سوي فلان بن فلان كون ني انا رقم الاوراق ديالي كذا وكذا بريزنتي ناسيونال اسبانيولا هنا نسيت سولوسيتود بريزنتي سولوسيتود ناسيونال اسبانيولا بور ريزيدنسيا انيو كذا وكذا دير العمليه.
انيو ودير الانيو اللي قدمتي فيه طلب الحصول على الجنسيه، قدمتي فيه الملف ديالك سواء عن طريق بيا تيليماتيكا او ريجسترو سيفيل، ديسبويس دي ماس دي اون انيو انتربوس، يعني من بعد مرور عام درت ديماندا كونتيسيوسا اللي هي دعوه قضائيه على بور السيلينسيو نيجاتيفو ادمينستراتيفو ان فيتشر 27 مثلا في عام كذا وكذا، كون ديكريتو ادميسيون. كون ديكريتو ادميسيون يعني الوقت اللي حكم القاضي وصيفط لك الاوراق المحامي وقال لك صافي الدعوه ديالك راه تقبلات وراها ادميسيون في التاريخ، حتى هو دير التاريخ ديال ادميسيون اي استا اوي سي جي ايغوال اي ليستادو دي مي اكسبيدينسي، يعني وحتى اليومين هذا يعني الاستادو ديال الاكسبيدينسي ديالي راه باقي كيف ما كان، سواء ان سوليسيتا لانفورميس ولا ريسيبي لانفورميس الا كانت في البروسيسو انتيغو ولا بينينتي ريسبويستا مثلا. اي سين ريسولبير، اي سين ريسولبير يعني حتى الساعه هذا راه ما جاوبتونيش، وكتبت لهم انا يا يو نيسيسيتو اون ريسبويستا كلارا اي بور فابور ديخار دي كوبيار اي بيغار دي اون ابيس. اشنو قلت لهم؟ قلت لهم انا محتاج يعني بحال نقولوا اجابه مقنعه، وخليو عليكم هذيك كوبي كولي من فضلكم، فهمتيني؟ يو نيسيسيتو اون ريسبويستا كلارا اي بور فابور ديخار دي كوبيار اي بيغار دي اون ابيس اون سالودو. انت ممكن تنقص هذا الشيء تحيدو، ممكن تزيد عليه، المهم انك تكتب المعلومات كامله، واللي اهم في هذا التكست كامل وهو انك تكتب، عفوا ماشي تكتب وانما ترسل الادميسيون اللي صيفط لك انت المحامي. اش غادي دير؟ ملي صيفط لك الادميسيون المحامي ديال الدعوه ديالك بانها تقبلات، كدير ليها سكانير وكتصيفطها من السكانير للكوريو الكترونيكو ديالك. من الكوريو الكترونيكو كديسكارغيها في البي سي ديالك وتكليكي على ديسكارغر وتجي هنايا، ها هي ادميسيون اتراميتي، نكليكيو عليها ونبركو على ابرير وغادي تطلع عندنا هنايا وغادي نديرو انيادير، من بعد نكتبو على نكليكيو على كونتينوار. هكا غادي نكونو اخوتي حنا ارسلنا للسيدي خوديسيال يعني قاعه المحكمه في لاودينسيا ناسيونال بانكم راكم تعطلتوا علينا وراكم كتبوا بان الشيء راه ما مزيانش، يعني من بعد ما داز عام مينيستري دي خوستيسيا ما جاوبتناش، ومن بعد ما يعني درنا دعوه قضائيه اللي خسرنا عليها فلوس، ها حنا دازت المده اللي كيحكم فيها القاضي اللي هي مده 20 يوم، يجب على وزاره العدل ان يعني ان تقوم بالاجابه على الملفات الناس اللي تعطلوا عليهم. فلهذا ما كيكونش غالب الاحيان ما كيجاوبوكش على 20 يوم، لان اخوتي كاين الاف ديال الملفات، فلهذا ما عليك الا الانتظار والصبر. ملي اشنو كيبقى حلك دير؟ وكل مره تصيفط لهم هاد الكيخات هادو بهاد الطريقه هادي، بحيث انك انت كتصيفط لهم هاد الاحتجاج، كتكتب هنا داكشي اللي بغيتي من غير السبان والقذف، داكشي راه ما في صالحكش انك تكتبه، رغم انهم ما غاديش يجاوبوك ولا يجاوبوك كاع، وما غاديش يدعيوك وما غاديش يتابعوك كاع، واخا تعايرهم وتسبهم فهم ما مسلينش ليك، فهمتي؟ كيديروا لك باسا بالابرا ما يعقلوش عليك. فلهذا تعاود تصيفط لهم هادشي مره اخرى، باش لا علاش كدير هادشي؟ باش كتحرك داك الدوسي ديالك، باش مره وكتنغوز هذاك الموظف لعل وعسى تلاقى مع شي موظف. فانت كدير هادشي اخويا بحال شي صياد، ما تقولش لي هادشي لا راه ما عنده ما يدير ليك، راه الشارع غير كذوب. لا اخويا راه شحال من واحد دار هادشي هذا ونجح به، ممكن انا ما نجحش، ممكن نجح ولكن واحد اخر ممكن يدير هادشي هذا ويتلاقى مع واحد الموظف اللي غادي يتعاطف معك ويقول فعلا هاد السيد هذا تعطلوا عليه عام ما جاوبوش، دابا دار ديماندا شهور هذه ومازال ما جاوبوش، كيفاش؟ راه السيد ما خاصو والو، ويجاوبك ويصيفط عليه. فانت قلت لك بحال الصياد، الصياد ملي كيمشي للبحر يصيد، واش هو متاكد بانه غادي يجيب قفه عامره ديال الحوت؟ كيقول لك كيمشي الى مولانا على الله، كيرمس السناره ديالو كيدير في هذيك الدوده ولا ديك الحلزون ولا العجين ولا دب الحلزون فوق حجاره من اين اتى يحمل دارا، فهمت كيفاش؟ كيلصق فيها وكيلوحها، جاب شي حاجه راه كيجي للدرجه للدار فرحان، ما جابش الله ما صيد والو، جبد شي صباط ولا شي بنو ولا شي بيكاله مسوديه ولا مفوريه ولا مليحينه وسارقينه ولا يحينه، كيجبدها ورجع في حالو عادي. حتى انت كدير لكم مثال بحال الصياد، كترميها جابت داكشي اللي بغينا، ما جابتش راك درتي المجهود ديالك، غير ما تبقى تسناش وما تبقاش بالك وتسنى راه طلع عليك، خاصك بعض المرات دير بعض المجهودات وبعض الاشياء اللي تحاول ولا يمكن انها تعجل من الاجابه في الملف ديالك. هادشي اللي كان اخوتي في هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.